الأعمال من مدينة القنيطرة. أنا بكون أنني بالجمعية ديال الساكنة كنناضلوا على راسنا، لحقاش حنايا من هاد الساكنة هادو، وحنايا أختي هذوك الدواور اللي بغاو يقصيونا منهم، حنا راه ما جيناش وتلاحينا عليهم، حنا ساكنة قديمة في ذاك الدوار، حنا خدمنا مع مدام ديبيل في دوار بني مسكين، خدمنا مع مدام ديبيل وضيعة الثور. هذيك الأراضي أختي أراضي مسترجعة ماشي أراضي سلالية. تفاجأنا واحد النهار كيفرقوا عنا استدعات وكيقول لك هاد الأراضي خصكم تخويو منها، راه أراضي سلالية وراها تملكات من الكاس العمران، خصكم تفرغوا منها. هذيك الاراضي محكوم عليها بالافراغ. حنا فين غنديو ولادنا؟ ومع هذه الازمه ديال الغلاء وهذه الازمه يلا خارجين حنا من الازمه ديال كورونا، والناس لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله، ما عرفناش اختي كيفاش غنديروا. وانت كتشوفي الاسعار غدا وكتزايد وكتطالع، راه ما بقيناش لاقيين ثمن ناكلو القوت ديال ولادنا، ما بقيناش لاقينهم، ما بقينا لاقيين باش نوكلوا ولادنا. وجاو هما هذا الوقت هذا اللي وقت الازمه ووقت الغلاء كيقولوا لنا غتريبوا غتمشيو فحالكم، والا ما خرجتوش غنجيو غنريبوا عليكم فوق راسكم، غير تقرر الافراغ غنريبوا عليكم فوق راسكم. وحنا راه واخا يقتلونا واخا يديروا اللي بغاو يديروا، حنا راه غنموتوا على ديك الارض ويجيو يقتلونا حنا ولادنا، حنا ما هزيش وما مسامحينش في حقنا، راه غيكون هدر مدرسي، راه وليداتنا ما بقاوش كيقراو، الاساتذه ولاو كيصيفطوا لنا كيقولوا لنا ولادكم راه ما كيقراوش، وشنو واقع ليكم؟ راه ولادكم ولاو متاخرين. وحنا سيدنا كيوصي على الهدر المدرسي وكيوصي على السكن اللائق، وفين غنمشيو حنا وهاد الوليدات؟ وراه ربي ياخذ فيكم الحق، وفين غنمشيو حنا هاد الوليدات؟ واللي كنمشيو باش نهضروا معاه ونتحاوروا معاه ويعطينا الكلمه كيقول لنا داك الشيء جاي من الفوق، حنا داك الشيء علاش جينا اليوم عند سيدنا باش يقول لنا هاد الشيء واش جاي من الفوق، اللي كنهضروا معاه كيقول لنا حنا ما عندنا ما نديروا لكم، هاد الشيء هذا جاي من الفوق، حنا كان جاي من الفوق، حنا بغينا هاد السيد نجلسوا معاه ونتحاوروا معاه ونوريو الوثائق ديالنا. والقاضي حنا دايرين المحامين والقاضي كيحكم علينا بلا ما يحضر المحامي، راه كيكون اخذ ورد، يعني كيكون اخذ لا رد وما كيحكموا علينا، راه ما يمكنش، راه المسجون كيدير محامي باش يحامي عليه، وتا حنا دايرين المحاميين باش يحاميو علينا وبالوثائق ديالنا، وبالوثائق ديالنا ما كيخليوش المحاميين بحكم انهم عندهم اضرابات كيحكموا علينا وحنا ما حاضرينش. وحنا من هنا كناشدوا هذاك الرئيس اللي غيحكم علينا، راه غيدي الذنوب ديال هاد الساكنه وديال الاطفال اللي طالعين وهما اللي هيهزوا المجتمع، وحنا كنربيو في ولادنا الروح ديال المواطنه. مرواني توفيق عضو لجنه السكن المحليه اللي اسسنا مؤخرا، متضرر طبعا من مشروع اعاده اسكان دور الصفيح للقائم مدينه قنيطره، وبطبيعه الحال المشروع هذا اللي تعطات الانطلاقه ديالو سنه 2004 بناء على واحد الاحصاء 2004 اللي كان انا ذاك كانت واحد موضوع ديال الشراكه ما بين الجماعه السلاليه صاحبه الارض والجماعه الحضريه لاقليم قنيطره. كان واحد المشروع ديال اعاده الهيكله، بمعنى ان الناس اللي كانت عندهم المنازل المسمنتيه الاسمنتيه غادي تبقى بلاصه، في حين ان اصحاب البريك سوف يتم يعني الهدم ديالها وانصافها بطبيعه الحال بوقع ارضيه بناء على الاحصاء اللي دار في 2004. انا ذاك بدات العمليه ديال الاحصاء ديال 2004 وقعت فيه خروقات، بحيث انه الاحصاء تم في وقت غير اداري ابتداء من 7 الصباح وسلام على 4 العشيه بواحد الوقت وجيز، وما داروش له يعني واحد ما لان كان الدوار كبير ويعني ما عملوش بواحد الشكل اللي منصف وعادل، وبقات بطبيعه الحال واحد المجموعه ديال الضحايا ديال الناس اللي ما تحصاوش. الوغ شنو وقع انذاك؟ من بعد الناس يعني نقات واحد الزوبعه في المنطقه، اللي من وقع الزوبعه في المنطقه الناس اللي تقصات، الناس المسؤولين على المستوى المحلي وعلى المستوى الاقليمي ديال العمالات مدينه القنيطره فتحت المجال للناس باش تعمل واحد المجموعه ديال الشكايات ويوضعوها بطبيعه الحال على المستوى العماله، في اطار انه الشكايات مشات توضع بطبيعه الحال تخصصت لها لجنه اقليميه انذاك اللي كانت تخرج لعين المكان بطبيعه الحال في اطار واحد البحث عين يعني في عين المكان، وتتقوم بطبيعه الحال بالمعاينه ثم تتقوم بواحد تحرير واحد المحضر اللي تتاكد فيه او لا تنفي فيه الوجود ديال هذا الشخص المعني بالامر ديال الشكايه. وبطبيعه الحال من بعد كانت العمليه تتم بهذا الشكل وتنصفوا ما يجب انصافه، واللي ما عندوش شي حاجه بطبيعه الحال ما كانش يعطيه، وتم ادماج واحد المجموعه الاسر على اللائحه اللي كانت دارت في 2004. بون مشات القضيه بهذا الوتيرين، لانه الاشكال اللي كان وقع انذاك الاشكال الخطير هو ان اللجنه اللي كانت انذاك عملت واحد القضيه هو انه حاولوا يدمجوا ناس ما كاينينش، بحيث كانوا مجموعه ديال الغرباء اللي ما كاينينش في المنطقه بداو تيستافدوا. بطبيعه الحال انذاك نارت واحد الفتنه داخل الدوار، ونارت واحد يعني واحد زوبعه كبيره
انتقادات كبيره خرجنا فيها باحتجاجات انذاك ما بين 2006 و 2007 اللي قمنا بها بواحد العمليه ديال التنديد لهذه الاجراءات وهذا الصفار اللي وقعت انذاك لان كنت تجهضوا بالزور. حنا تسولنا شكون هي هذه اللجنه؟ نتحاوروا معاها؟ شكون هو هذا المسؤولين؟ نتحاوروا معاه؟ لا من مجيب حتى شي واحد ما تيجاوبنا، وبالتالي حنا استطعنا راه درنا تقريبا اكثر من 12 وقفه اللي درناها على مساومة مدينه قنيطره، واحد الجزه في قنيطره. راه غادي تبقى جزه كبيره، راه ملي تقولوا سميت عائله راه كل عائله فيها اربعه الاشخاص، راه ناس كاينه اللي ما عندهاش، راه ما نقولوش الله يحسن العوان، المستوى المعيشي تعرفوا كيفاش واصل، الناس يلاه تتكافى مع الخبز ديالها، راه لا حول ولا قوه الا بالله.